النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، القائل في حديثه الشريف: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمما لا شك فيه أن النفاق داء عضال ووباء قتال مهلك للأفراد والأمم، فهو من أخطر الأمراض القلبية التي تعصف بحقيقة الإيمان وتنقض أسسه وتهدم أركانه، وهو آفة اجتماعية وخلقية خطيرة تهدد أمن المجتمع وسلامته واستقراره. لذا فإن خطره أشد من خطر الكفر والشرك، لأنه داء إذا دب في جسد الأمة نخر عظامها وفرق كلمتها. كما أن سلاح الخيانة والعمالة هو أخطر ما يهدد كيان الدول ووجودها على مدار التاريخ، الذي يعد خير شاهد على أن الدول التي اضمحلت أو تمزقت أو حتى اندثرت إنما أتيت وأسقطت من داخلها، وكان للخونة والعملاء والمأجورين على حساب وطنهم دور كبير في ذلك على مدار التاريخ البشري. فدائما الأخطار التي تهدد الدول من داخلها أكبر وأخطر بكثير من الأخطار التي تهددها من خارجها، على أنه ينبغي أن نعلم أن النفاق نوعان أكبر وأصغر. النوع الأول النفاق الأكبر، وهو أخطر النوعين، وهو النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع يخلد صاحبه في النار بل يجعله في الدرك الأسفل منها. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنوع الثاني النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، وهو انحراف في السلوك وتلبس بشيء من علامات المنافقين، وذلك بأن يظهر الإنسان الصلاح ويبطن ما يخالف ذلك. وهذا النوع لا يخرج من الدين بالكلية، إلا أنه طريق إلى النفاق الأكبر إن لم يتب منه صاحبه. وقد حدثنا القرآن الكريم وحدثتنا السنة النبوية المطهرة عن المنافقين وأوصافهم وأخلاقهم ودسائسهم، فما رأيناها تغيرت عبر الأزمان ولا اختلفت باختلاف الأوطان. ومن أهم هذه العلامات التي يعرف بها المنافقون الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة، وهي من أقبح صفات المنافقين التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من النفاق العملي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
فمن اجتمعت فيه هذه الخصال أو خصلة واحدة منها كان منافقا. وهذه الصفات تعبث بمصالح الأمة وتهدف إلى هدمها. فكثيرا ما نرى المنافق يكذب ليوهم الغير بصدق قوله وفعله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فإذا ذكر النفاق والخداع وخيانة الأمانة في القرآن الكريم ذكر الكذب. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب مبينا آثاره قائلا: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. ووصف أبو بكر رضي الله عنه الكذب بالخيانة في قوله: الصدق أمانة والكذب خيانة. وكذلك الخيانة والعمالة، فيترتب عليهما قطع أواصر المحبة والتباغض الذي يفضي إلى النزاع والشقاق وفساد المعاملات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة تكون على صاحبها يوم القيامة خزيا وندامة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. ومن أخطر أنواع الخيانة خيانة الأوطان، وبيعها بثمن بخس وعرض زائل من الدنيا، على نحو ما تقوم به الجماعات المتطرفة ومن يوالونها أو يسيرون في ركابها وعلى نهجها في بيع أوطانهم بثمن بخس. ومن الصفات الذميمة التي حذر منها الإسلام الفجور في الخصومة، فهي جماع كل شر وأصل كل ذم وطريق للميل عن الحق، فيجعل الحق باطلا والباطل حقا. وقد سمى الله عز وجل الفجور في الخصومة لدة. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فأهل النفاق أقرب وصف لحالهم أنهم ذو الوجهين، بل نراهم في زماننا قد تجاوزوا حدود ذلك بكثير، فصار لهم ألف وجه ووجه، وهم شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن أمارات النفاق الإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح،
حيث يقول الحق سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وللإفساد صور متعددة، منها الإرجاف في البلاد وبث الوهن في نفوس المؤمنين الصادقين ودس الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة ونشر الفتنة بين الناس، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ويقول سبحانه: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويقول سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ومن صور الفساد بخس الناس حقهم والتقليل من شأنهم. ومن أمارات النفاق الإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح، حيث يقول الحق سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وللإفساد صور متعددة، منها الإرجاف في البلاد وبث الوهن في نفوس المؤمنين الصادقين ودس الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة ونشر الفتنة بين الناس، حيث يقول الحق سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ويقول سبحانه: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويقول سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ومن صور الفساد بخس الناس حقهم والتقليل من شأنهم، قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن صوره الهدم والتخريب وقتل الأبرياء وترويع الآمنين وتعطيل مصالح الناس وعدم القيام بالمسؤولية، وكذلك الرشوة والمحسوبية وأكل أموال الناس بالباطل. ومن أمارات النفاق الكسل عن أداء العبادات والرياء عند فعلها، وخاصة في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن من علامات النفاق وأماراته التحالف مع الأعداء والتواصل معهم على حساب الدين والوطن بالتجسس والخيانة ونقل الأخبار والمعلومات والإفصاح عن أسرار الوطن. فالمنافق عميل يوالي أعداء وطنه على حساب أهله وجيرانه وأقربائه. يقول الحق سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول سبحانه: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالمنافق يفرح بألم الوطن وألم أبنائه، ويفرح إذا انتشر الشر أو انتشرت الفتنة أو تفشى المرض أو أصاب الوطن انكسار. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. غير أن المنافقين الجدد قد ضموا إلى تلك الصفات من الكذب والخيانة والغدر ونقض العهود والمواثيق وتأليب الرأي العام وخيانة الدين ضروبا جديدة من الخداع، أبرزها المتاجرة بالدين واستغلاله لتحقيق مصالح الجماعات التي تريد أن تتخذ من الدين مطية إلى السلطة، متدثرة في ألوان شتى من التدين الشكلي والتدين السياسي، فينسبون الإيمان لأنفسهم وينفونه عن غيرهم سعيا منهم لتوفير الغطاء الشرعي لأعمالهم، إضافة إلى ما يتسم به المنافقون الجدد من خيانة الوطن وتحقيره وبيعه بثمن بخس. لقد توعد الله عز وجل هذا الصنف من الناس بأن الدائرة عليهم وأن غضب الله عز وجل يحيق بهم في الدنيا والآخرة، وأن ما يخططون له من إيقاع المسلمين في الشدة والعنة سيعود عليهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعاقب الله عز وجل أصحاب النفاق الأكبر بالتردد وعدم الاستقرار والهلع والفزع عند كل أمر. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال سبحانه: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وصرف الله عز وجل قلوبهم عن الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأما عن عقابهم في الآخرة فقال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبر، أما العذاب الأكبر ففي الآخرة، حيث يجمع الله عز وجل المنافقين مع من كانوا على شاكلتهم من خصال الشر في النار. قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومن أجل حماية الدول والحفاظ على كيانها وتماسكها وسلامتها، فلا بد من يقظة العيون الحارسة لأبنائها الأوفياء المخلصين أفرادا ومؤسسات، ولا بد من تضافر جهود كل الشرفاء لقطع دابر الخونة والعملاء والمتخابرين مع الأعداء من المجرمين، ولا بد من فضحهم على رؤوس الأشهاد وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسلك سبيل الخيانة والعمالة، حفاظا على ديننا وأوطاننا وأعراضنا وأنفسنا ومستقبل بلادنا وأبنائنا. وقبل ذلك كله مرضاة لربنا سبحانه وتعالى، وحماية لأوطاننا، وحفاظا على دولنا من أن يصيبها ما أصاب الدول التي قصرت أو تهاونت في مواجهتها للخونة والعملاء وظنت أمرهم هينا، وما هو في تاريخ الدول بهين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.